هذا حفل هو نموذج لعرس مغربي اصيل، كتعرض فيه يعني القفطان المغربي الاصيل. يعني حاولنا هنايا اننا نرجعوا القفطان المغربي يعني الهيبه ديالو، لان ولينا دخلنا لمسات عصريه على اللمسات التقليديه. الوغ في هذا الاطار يعني القفطان المغربي فقد يعني ديك الصفه التقليديه ديالو. الوغ حنا في هذا الاعراس كنحاولوا نرجعوا القفطان المغربي يعني الصفه التقليديه ديالو. هذاك الشيء يعني ضروري منه، وهذاك الشيء في سبيل الله يعني حنايا كنقوموا بهم. يعني كنديروا اعراس يعني لليتامى والجمعيات خيرية. أنا كنحاولوا ندخلوا العروسة يعني بالعلومة، بالحسكات ديال الشماع، بالجامور، بالمباخر، كما كان داكشي شحال هادي، كتدخل بالهوداج يعني بالإضافة إلى العماريات. يعني دخلة الحنة كتكون بوحدها، دخلة العريس كتكون بوحدو، دخلة ديال الهدية، دخلة ديال العريس كتكون بالمضولة بالعلومة، الدخلة ديال العروسة كتكون بالحسكات ديال الشماع، بالجامور، بالمباخر. يعني هذا باش كنحاولوا نضيفوا واحد اللمسات فنية على العرس المغربية، باش العرس المغربية باش ما تبقاش يعني الناس قانطة في العرس. كفات الله يسهل عليهم، الله يعاونهم، ونخدموا كاملين ونحاولوا نبتكروا شي حاجة جديدة اللي تفيد العرس المغاربة.